صدرها. بعض الرسائل بقى اللي الدكتور عمرو بيقولها لكل اللي هيدرس القرآن الكريم، يقول لك خد بالك بقى من بعض الرسائل الهامة جدا. أولها يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهنا رسالة من الله عز وجل أن منزلة العبد عند الله عز وجل تكون بمنزلة تقربه إلى دينه وإلى كتبه وإلى علمه. فهنا إن أنت اعلم أن منزلتك عند الله عز وجل ترتفع كلما استزدت من هذا القرآن الكريم وغيره من العلوم. أيضا الله عز وجل يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فاعلم الحكمة هنا اللي هي القرآن الكريم. إذا معرفتك للقرآن الكريم، وكلما زاد معرفتك للقرآن الكريم تزداد عقلك ورجحت عقلك في الدنيا وفي مسائل الدنيا ومسائل الدين.